لكن ما مفتوح انترنت. اي هلا وعمر مكاظم، كل الهلا بيج قلبي بس. فرقان هلا بالحبايب، كل الهلا بيج. حبيبتي كل الهلا بيك. كل الهلا بيكم متابعينا، متابعين صياغة جودي. اليوم سوينا لكم بث ومفاجأة، انه العروض اليوم على القطع كلها راح نعرضها 6000 فقط. الاجور 6000 فقط. ام احمد قد سعر الذهب حاليا؟ 375. الذهب 375. سووا لنا مشاركات اكثر وصعدوا لنا البث حتى الكل يستفاد من هذه العروض. نذكركم بالعناوين: الفرع الاول بغداد، شارع فلسطين، مول النخيل. الطابق الثاني حاليا البث من مول النخيل، والفرع الثاني منصور، تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم. أسعار الذهب 375. البضاعة كلها داخل المحل عيار 21، مستوردة من أحدث المناشئ العالمية، تركي وإيطالي وخليجي. منورين بوجودكم، مساء الخيرات حبيبي، كل الهلا بيكم. يلا سووا لنا مشاركات اكثر حتى الكل يستفاد من هذه العروض. الاجور 6، قطع اللي لابسيها والراح نعرضها اجورها 6 فقط. استغلوا هذه الفرصة. اكثر صعدوا لنا البث. يلا ودورون عروض لعد، ما ادري يدورون عروض وبعدين ينامون. وسين كنا بساعة؟ بساعة؟ لا. يرزق الجميع حبيبي زهرة النرجس. قد سعر المثقال؟ 375 اليوم. سوونا مشاركات. أساور رولكس متوفر عمري. سوونا مشاركات يلا حتى نشوفكم القطع وإجور 6000. هلا حبايب، حبيت أشكركم كلش وجدا ممنونة منكم على تعاملكم الراقي وردكم على الرسائل. حبيبتي تدللين بخدمة، احنا جاهزين على ايش. متابعة من المانيا، كل الهلا بيك عمري ويسعد الجميع ان شاء الله. انور الناصر بالتوفيق ان شاء الله، يوفق الجميع. عين يلا راح نبدي نعرض لكم القطع اللي احنا لابسيها واللي محضريها لكم، اجورها 6000 فقط. يعني فرصة ما تتعوض، جديات. شوفوا لي هذه الاساور كلش حلوات، مدير راقي. شوفوهم
هذولي وزنهم 57 غرام و310 57 غرام و310 ذولي سعرهم 4 ملايين و700 لا 4 ملايين و645 4 ملايين و645 اجور 6000 فقط. في بس بنيه تسال شنو عرضوا رولكس حبي قياس صغير حبيبتي جزيلي على الخاص لانه اليوم البث مختص بس بعروض ال 6000 دينار. شنو نوع الذهب المتواجد عندكم؟ مستورد ايطالي وخليجي وتركي. وهذه الشباحي همينة باعوها كل كتة كلش حلوة. هذه وزنها 35 غرام 35 غرام و 740 سعرها مليونين و 895 مليونين و 895 اجور 6000 فقط. والشال يصير لفتين طوله مترتين كلش حلو يعني باعوا التفاصيل مالته باعوا بيرزاتشي وباعوا هذه كلش حلو. وزنه 50 غرام و900 50 غرام و900 سعره 4 ملايين و125 اجوره 6000 فقط. شوفوا لي هذا السوار يجنن يعني ايطالي عيار 21 وزنه 22 غرام و720 22 غرام و720 سعره مليون و840 مليون و840. واخيرا هذا المحبس وزنه 8 غرامات و50 ملغرام 8 غرامات و50 ملغرام سعره 650. هذه القطع كلها اللي محضريها لكم اجورها 6000 فقط. بدنا نذكر الاسعار عيوني ابو حيدر. اي حبيبي زين ابلش اعرض القطع اللي لابستها اللي ايضا اجورها 6000 دينار كراتشي كلش طوال. شوفوهم وزنهم 19 غرام و280 19 غرام و280 سعرهم مليون و560 مليون و560. القلادة اللي لابستها اللي هي الخلو وزنها 34 غرام و250 ملغرام 34 غرام و250 ملغرام سعرها مليونين و775 طبعا اجورها 6000 دينار سعرها مليونين و775. شباحي كلش حلوة موديل خليجي 13 غرام 620 وزنها 13 غرام 620 سعرها مليونين عفوا مليون و100 مليون و100. الخاتم وزنه 9 غرامات 740 9 غرامات و740 سعره 790. اكو خدمة توصيل لصلاح الدين متوفر توصيل كافة محافظات العراق محافظات 15 وداخل بغداد 10. شال يعني تقريبا يلف ثلاث لفات واذا بنية محجبة فاثنين كلش طويل وزنه 63 غرام و170 سعره 5 ملايين و115. سوار هو مقلي غلاس وزنه 79 غرام و290 اجوره 6000 دينار سعره 6 ملايين و420 6 ملايين و420 سعر المثقال حاليا 375.
375 وهذه القطعة دنا عرضها إجورها 6000 فقط. سوينا مشاركات أكثر حتى الكل يستفاد من هذه العروض لأن الفرصة ما تتعوض. جديد لو مستعمل؟ لا حبيبتي جديد. صار تدللون شيء يقول احنا اهل الانستا ردوا علينا مو بس الفيس. تدللون حبيبي من عيوننا. ليش المثقال اليوم؟ المثقال حاليا 375. شوفوا لي هذه البتول ثلاث قطع اجور 6000 فقط. عرضي السوار قد حجزت شمس محمد. السوار هذا عمري هذا قلبي. اخذي له سكرين ودزي له الصفحه تثبتوا لك الحجز تدللين قلبي. هسه عمري هسه نشوف الشالات. هاي احد الشالات وهذا همين هذولي وزنهم 32 غرام و 600 ملي غرام. 32 غرام و 600 ملي غرام. سعرهم مليونين و 640 مليونين و 640 اجور 6000 فقط. داري توت يوسف بلاوي ليش وزنهم 65 غرام و 210 العفو 65 غرام و 210 اجورهم 6000 دينار. ميدالية وسجيل وزن الميدالية 14 غرام و 730 14 غرام و 730 وزن السجيل طبعا هذا يلبس رجالي هم وزنه 4 غرامات 980 ايضا جورة 6000 دينار. المثقال كم غرام؟ المثقال 5 غرامات حبيبي. شوفوا لي ذول البتوت اجور 6000 فقط كلش حلوات وتكمة يعني صب عيار 21 شوفوهم هذولي وزنهم 85 غرام او 900 85 غرام او 900 سعرهم 6 ملايين او 960 ست ملايين وتسعمية وستين اجور 6000 استغلوا هذه الفرصة حبيبي التراشي حبيبي ثواني عمري الاجور على الغرام حبيبي 6000 مو على المثقال. التراشي وزنهم 19 غرام و 280 سعرهم 1,560,000 اجورهم 6000 دينار. شكرا يوسف ما قصرت. هذه القلادة وزنها 18 غرام 530 18 غرام 530 للي رادة وملاوي. شوفوا لي هذه كلكتة اجور 6000 همينة. اخذوا لهم سكرين ونعطيكم باقي التفاصيل مالتكم مالتهم اقصد يعني استغلوا العرض مو بعد كم يوم ها خلص العرض ماكو ان شاء
شوفوهم هذولي ايضا اجور 6000 باعوا لياهم اخذوا لهم سكرين ايش قد سعر الميدالية تفاصيل اللي هي سعر فتيها حبيبي اذا ما اخذت لي سكرين فدزي ليها على الخاص دا انطيك سعرها ووزنها حسنيا علي بيش المثقال اختي المثقال حاليا 375 عيني شوفوا شوفوا هذا الديزاين لا كلش حلوات باعوا لياهم باعوا التفاصيل مالتهم اجوره 6000 فقط ميداليه كل كتف وزنها 15 غرام و 160 المثقال كم غرام بالضبط المثقال 5 غرامات هاي الميدالية وزنها 15 غرام و 160 الزنجيل 3 غرامات ها 500 هي صحيح اسمها هيك شنو صحيح اسمها شوفوا لي ذولي هذول الناعمات قلادة لابستها بيش يا قلادة بالضبط هذا من القلب يعني هذولي اي شيء يعجبكم خذوا له سكرين انا نظام الجهاز على زوجتي خاف اشوف بثكم وهذولي ايضا سوينا لكم عليها عروض باعوا باع الفخامة مالتهم والجمال اجور 6000 فقط ميدالية خليجي هذه عرفتها ايه ديزاين خليجي بحت ام الاخضر هاي القلادة بيش شال هذا حبيبي شال هذا شال وزنه 50 غرام و 900 50 غرام و 900 سعره 4 ملايين و 125 4 ملايين و 125 ذهب إمارات ولا إماراتي لو عراقي الذهب الموجود داخل المحل كله مستورد يعني أما ديزاين خليجي عفوا نوع خليجي تركي إيطالي وهذه الميدالية خليجية زنجيل ديزاين الأمريكي طبعا أجورهم 6000 وزن الزنجيل 13 غرام و 200 13 غرام و 200 وزن الميدالية 11 غرام 540 هذه الميدالية ايضا اجورها 6000 دينار عيار 21 كلش حلوة هذه الميدالية وزنها 19 غرام و 760 19 غرام و 760 اجور 6000 فقط والزنجيل 9 غرامات و 380 9 غرامات و 380 الزنجيل مالتها هذه القطع كلها الدن عرضها واللي احنا لابسيها اجور 6000 فقط تراشي اللي لابستهم اي حبيبتي تدللين وزنهم 19 غرام و 280 سعرهم 1,560,000 هذه الميدالية خليجي زنجيل ايضا وزن الميدالية 13 غرام و 150 الزنجيل 6 غرامات و 420
كل 5 غرامات مثقال واحد. اي حبيبي اي شوفوا لي هذول البتوت 3 قطع خليجي دولي عيار 21. شنو؟ عاشت ايدكم. هذولي 32 غرام العفو 32 غرام و750 اجور 6000 فقط سعرهم مليونين و655 مليونين و655 اي شيء يعجبكم خذوه سكرين وننطيكم التفاصيل كامله وصور واضحه اله. الشباحي لابسته هذه عيني الشباحي كلكتة عيار 21 اجور 6000 فقط وزنه 35 غرام و740 سعره 4 ملايين و6 لا عفوا مليونين و895 مليونين و895 كلش حلو. هذول السوارات ارزاتشي جورهم ايضا 6000 دينار. كلش حلوة خذوا له سكرين 21 غرام 850 وزنه 21 غرام 850. شوفوا لي هذه القلادة اي شيء يعجبكم اخذوا له سكرين. نذكركم بسعر الذهب حاليا 375 والعناوين بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني حاليا البث من مول النخيل والفرع الثاني المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية البيت القديم. هذه القلادة وزنها 35 غرام و380 35 غرام و380 سعرها مليونين و865 اجور 6000 فقط. كنت سعر المثقال اليوم المثقال 375. ميدالية وزنجين وزن الميدالية 16 غرام و680 16 غرام و680 زنجيل وزنه 18 غرام 570 18 غرام 670 باعوا باعوا لي هذه الميدالية باعوا الجمال مالتها هذه هاند ميد باعوها تجنن يعني اجورها كلش قليلة بالنسبة لشكلها اجورها 6000 باعوا لي اياها اخذوا لها سكرين قربيها قربيها والله بدها تبين ايش قد ما حلوه يعني اي باعوها آية الكرسي كلش حلوه. اسلام محمد رضا ايش قد سعر الذهب اليوم سعره 375 ام زوزو عندكم خاتم ذهب ابيض حاليا ما متوفر عمري. هذه الميدالية وزنها 20 غرام و700 20 غرام و700 اي شيء يعجبكم اخذوا له سكرين 20 غرام و700 بس الميداليه 20 غرام و700 سعرها مليون و675 ها شلون سعر القلاده اللي لابستها ام الشال حبيبتي ردي ام لوجين حبيبي هذه الشال وزنه 50 غرام و900 50 غرام و900 يصير لفتين عيار 21 سعره 4 ملايين و125 4 ملايين
و125 كراتشي اللي لابستهم سارة حبيبتي وزن 19 غرام و280 سعرهم 1,560,000. زين شوف هذه الميدالية وهذا الزنجيل ينلبس رجالي ونسائي أيضا. وزن الزنجيل 17 غرام و530. بان شباحية خفيفة الوزن موجودة عندكم أي عمري تزيلي على الخاص أي وزن أو أي سعر بالغ. لابسته حبيبي هذا اخذوا له سكرين. هذا وزنه 22 غرام و720 سعره 1,840,000 1,840,000. عمري تدللين ملجين تدللين قلبي. شوفوا لي هذا الشال ايضا اجوره 6,000 فقط وزنه 71 غرام و440 71 غرام و440 اجور 6,000 يلف طبعا اكثر من لفتين لان كلش طويل باعوا لي هذه لفتين وهالقد طوله باعوا يجنن طبعا. حسين كامل عندكم شبح اي متوفر بس مو من ضمن العروض هذه. زهراء الشريفي شباح قصدك حبيبتي وزنها 13 غرام و620 13 غرام 620 سعرها 1,100,000 القلادة وزنها 34 غرام و250 سعرها 1,775,000. شنو سعره وبيش؟ مثقالة شنو عيني؟ ذهب. عيد سؤالك المثقال حانية 375 مثقال كم غرام؟ 5 غرامات. فوجتني هذه الميدالية عرفتيها يا فاطمة؟ عاش تيدت. وهذه؟ لا شوفوا لي هذه همينة اجورها 6,000 باع النزاكة مالتها منو سارة الشباح اللي لابستها سارة وزن وسعر اني شهد وهي فاطمة ماكو سارة منو سارة اجتو يعني منو تقصدو سوار شبابي بيش هذه الميدالية هذه وزنها ميدالية فقط وزنها 12 غرام و860 12 غرام و860 اجورها 6,000 عيار 21 حسين بلا زحمتونا هذه الميدالية نيسان الدليمي هاي اللي بايدك شو سعرها حبيبي شنو تقصدين شباحي اللي بايدي او بايد شهد هذه الميدالية وزنها 10 غرامات و440 هذا الزنجيل وزنه 8 غرامات و740 مساء الخير والسعادة. هذا همينة شال شوفوا شوفوا تفاصيله واخذوا له سكرين. ابراهيم المثقال حانية 375 هاي القطع كلها اللي عرضناها وراح نعرضها اجورها 6,000 فقط عيار 21 متوفرة خدمة توصيل علاء المحمداوي خدمة توصيل محافظات 15 وداخل بغداد 10 شنو؟ ولا يقول له هذه القلادة باعوا لياها ايضا اجورها 6,000
اخبارها كلش حلوه. عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل، الطابق الثاني حاليا البث من مول النخيل، والفرع الثاني المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم. هذه وزنها 40 غرام و88، 40 غرام و88، سعرها 3,310,000، 3,310,000. اشقد سعر الشال؟ اي شال، لان هواي عرضنا شالات. اخذوا له سكرين، رجعوا للبث اللي ملحق، ارجع للبث واخذ له سكرين ودز للصفحه وتدلل، نعطيك التفاصيل كامله. طلعتاني سارة. ها انت سارة؟ نعس زين. خلي اقول له الشباحي عمري وزنه 13 غرام و620، سعرها 1,100,000. التراتشي وزنه 19 غرام و280، 19 غرام و280، سعرها 1,560,000. 6,000 دينار الاجور على الغرام. باعوا لي هذا السوار، شوفوا جد حلو، كلش حلو. هذا وزنه مش قد وزنه 24 غرام و600، 24 غرام و600، سعره 1,995,000، 1,995,000. داليا كلش ناس كيف، سنجيل امريكي طبعا، هذا كلش عملي، وزنه 12 غرام و90، 12 غرام و90. الميدالية وزنها 14 غرام و30. سوار طفل. والله راح ازعل. لا عمري لزعني، ندزينا للصفحة وتدلين دزلتش التفاصيل كاملة والصور، لان ماكو سوارات اطفال من ضمن العرض. شوفوا لي هذا السوار ايضا اجوره 6,000 دينار. الشباحي اللي لابستها شهد ايش قد سعره. حبيبي وزنه 35 غرام و740، وزنه 35 غرام و740، سعره 1,895,000، اجور 6,000 فقط. اليوم سعر الذهب ايش قد دعاء الدليمي؟ 375 حبيبي، 375. اي شيء يعجبكم خذوا له سكرين. هواي الاجور على 6,000 دينار. لا حبيبي هذا عرض مسوي لكم. شباحي ايضا على 6,000 دينار، لا وزنها 30 غرام و520، 30 غرام و520. علي حسين مساء الخير، هذا اللي بايدك اليمنى ايش قد سعره؟ شوفوا لي هذه الكلبشة، شوفوا الجمال مالتها. يلا قولي لهم ايش قد وزنه. وزنه 79 غرام و290، سعره 6,420,000. التراتي اللي لابستهم 19 غرام و280، وزنهم سعرهم 1,560,000. باعوا لي هذا كلبشة، شوفوا النزلات مالتها كلش حلوة، أجورها 6,000. ايش قد مثقال الذهب؟ 375 مثقال. هذه وزنها 34 غرام و870، سعرها 1,825,000، 1,825,000. العنوان حاليا دنبث من شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني مجاور LC. استغلوا هذه الفرصة لان اجور كلش قليلة وقطع كلش حلوة، كلها مستوردة. شوفوا لي هذه
ماكسي قصدين اجور 6000 على المثقال؟ لا عيوني على الغرام. شوفوا لي هذه الجلاد الكارتير جنن تحفه. بدا تقرا التعليقات على العموم. عيد تعليقك ولا زحمه، يعني لود بالتعليقات فمو كل التعليقات بتطلع ودا نشوفها. سوار لابس تشهد بايدها اليسرى، ايدي اليسرى هذه العفو هذه سوارات هذه بتوت. انتو تطلع لكم هذه اليسرى، شوفوا ليا 22 غرام و720 سعره مليون و840 اجور 6000 فقط. اخذوا له سكرين. هذه الجلاد الكارتير وزنها 34 غرام و130 سعرها العفو سعرها مليونين و765 مليونين و765. السلام عليكم ورحمة الله. متوفر توصيل كافة محافظات العراق، المحافظات 15 وداخل بغداد 10. طبعا هذا ذهب ابيض ولا زحفة. اعطينا خطا بجور 6 دولي وزنهم 32 غرام 970، 32 غرام 970 سعرهم مليونين و670، مليونين و670. هذه القطع، هذه طبعا هذه قطع كلش حلوه، يعني قطعه واحده تغني عن باقي هوايه قطع. وزنه 26 غرام و160، وزن هذا 35 غرام و790. عليكم السلام. عيوني عليكم كل الهلا. السلام كل الهلا. هلا يا روحي، هلا وبيج، كل الهلا بيج عمر. وزنه 35 غرام و790. شوفوا لي هذه، هذه اللبس قلاده او زنجيل باعوه بيرزات شي كلش حلو، طبعا ما مبين بالتصوير بس باع تفاصيل ما تتجنن. الذهب حاليا كل القطع اللي نعرضها عيار 21، حاليا سعر الذهب 375 العفو. هذا وزنه 29 غرام، 29 غرام و480 سعره مليونين و390، مليونين و390. تراشي اطفال مو من ضمن العرض، عيوني دز لي على الخاص وادز لك الوزن اللي يناسبكم. هذا السوار ايضا اجوره 6000 دينار. هاب سيت طبلت كراتشي ومحبس ايضا جورة 6000 دينار وبصورة واضحة. ميدالية اسماء متوفر. لا عيوني هاي تصير صياغة خاصة. جبت النعسان ان شاء الله ان شاء الله يفوزون. تراتشي ايش قد سعرها عمر؟ وزنها 19 غرام و280 سعرها مليون و560. عطكم بتوت رفيعة، كل شيء متوفر داخل المحل بس هسه القطع عليها عروض اللي عرضناها لكم. اجورها 6000. هذه منها وين عنوانكم؟ العنوان المحل اللي دنبث من عنده حاليا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني مجاور ياسي. الذهب اليوم والمثقال 375، المثقال كم غرام؟ 5 غرامات.
مساء الخير. اللي بايدك اليمنى شنو؟ بيش السوار العريضة شلون سعره؟ الكلاس قصدها عمري وزنه 79 غرام و290، سعره 6,420,000. 6,420,000. طارق مساء العافية. شوفوا لي ذولي طبلة كاملة أجورها 6,000 دينار فقط. شوفوها أي شيء يعجبكم أخذوا لسكرين ودزون نعطيكم الوزن والتفاصيل وصور واضحة إليه. شوفوها أخذوا لها سكرين. مساء الخيرات عيني كل الهلا بيكم. مثقال كم غرام؟ المثقال 5 غرامات. المثقال حاليا 375. 375 الغرام 75,000. طبعا وصلنا نهاية البث. اي سؤال ما لحقنا نجاوبه، اي طلب ردتوا انتوا تزورنا على الخاص ونجاوبكم وتدللون. نرجع نعرض لكم القطع، نذكركم بها القطع اللي احنا لابسيها. ماشي عيني. التراتي وزنهم حلوات طوال، وزنهم 19 غرام و280، سعرهم 1,560,000. 1,560,000 التراتي. القلادة هذه وزنها 34 غرام و250، سعرها 1,775,000. شباحي ويا الصياغة، لا بدون الصياغة، سعر المثقال 375. الشباحي وزنها 13 غرام و620، سعرها 1,100,000. المحبس وزنها 9 غرامات و740، سعرها 790. شال نفس ما قلت عنه، إذا بنية محجبة يعني تقدر تلبسه بنتين، وإذا غير محجبة فهو يعني 3 يصير وأكثر حسب الموضوع اللي عجبك أنت. وزنه 63 غرام و170، سعره 5,115,000. السوار وزنه 79 غرام و290، سعره 6,420,000. 6,420,000. يلا حبيبتي اي قلبي. اول شيء ذول البتوت شوفوا الموديل مالتهم كلش حلوات، باعوا واثنين يغنون عن 6 يعني كلش ضخمات. هذولي وزنهم 57 غرام و310، 57 غرام و310، سعرهم 4,645,000. 4,645,000. شباحي وزنها 35 غرام و740، 35 غرام و740، سعرها 1,895,000. 1,895,000. والشال وفي التفاصيل ما تتجنن كلش حلو. وزنه 50 غرام و900، 50 غرام و900، سعره 4,125,000. وهذا السوار وزنه 22 غرام و720، 22 غرام و720، سعره 1,840,000. واخيرا المحبس كلش حلو نازك.
وزنه 8 غرامات و 50 ملي غرام، 8 غرامات و 50 ملي غرام، سعره 650. لهنا ونختم البث، ان شاء الله نكون ما قصرنا وياكم واستمتعتوا ويانا، ونحب نذكركم بالعناوين. عنواننا بغداد شارع فلسطين مول النخيل الطابق الثاني، كنا نبث من مول النخيل. العنوان الثاني بغداد المنصور تقاطع الرواد داخل قيصرية الكوخ القديم. سعر الذهب حاليا 375. القطع اللي عرضناها واللي كنا لابسيها احنا اجورها 6000 فقط. ولهنا ونختم البث وياكم، ومع السلامة.